بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أرحب بعوائل المعتقلين، كما أرحب بالسيدات والسادة الحقوقيين من مختلف المنظمات الحقوقية، وأرحب بالحضور جميعا. كما نستعرض معكم مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول 1988، المادة رقم 1. يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. ونبدأ بكلمة منظمة سلام لحقوق الإنسان تلقيها الأستاذة ابتسام الصائغ. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اهتمت التشريعات الدولية والمحلية والتشريعات السماوية قبل ذلك بقضية التعامل مع الأسرى والمعتقلين، حيث أنهم جزء من المجتمع، وكونهم معاقبون بالحبس مع فرض العقوبة مع وجود جريمة التي تقتضي العقوبة، ولا يلغى إنسانيتهم وحقوقهم الكاملة سوى تلك المرتبطة بالعقاب المقر ضدهم للجرم الثابت عليهم بعد إجراء القضاء العادل عليهم، ومع تمتعهم بحق الدفاع عن أنفسهم، فكانت حقوقهم أحد الأمور التي أكدت عليها هذه التشريعات. هذه الحقوق الإنسانية تبقى ثابتة لهم كأي فرد من المجتمع، والمفترض أن عقاب الحبس هو أداة لتعزيز شعورهم وانتمائهم الإنساني، للعكس من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع مرة أخرى. إن الاعتقال عند وجود تهمة ودلائل عليها، وحتى بعد ثبوت هذه التهمة عبر القضاء العادل وإجراء العقاب مهما كانت قسوته، حتى العقاب بالإعدام لا يلغي حقوق المعتقل الإنسانية إلا فيما يتعلق بالعقوبة كحرمانه من الحرية، وذلك لقصد تقويمه لا لقصد تعذيبه والانتقام منه، ويبقى فيما عدا ذلك إنسانا له كرامة المحفوظة وحقوق المصانة، ولا ينبغي أن تنتهك تحت أي ظرف وبأي دعوة ولا مبرر لانتقاص حقوقه، بل يجب معاقبة من يقوم بذلك. من المؤسف أن الواقع في البحرين يجري بعكس ما أقرته التشريعات الدولية والسماوية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق المعتقلين خاصة، وهذه التشريعات سارية المفعول على الواقع المحلي في البحرين بحكم كونها موقعة على مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة، وكونها ملتزمة بشرعتها لحقوق الإنسان، وإنها دولة مسلمة وجزء من المجتمع الدولي، ولا يمكن أن تتهرب من التزامها، ولا يوجد مبرر للعمل خلاف ذلك. إنما نعيشه بالتفاصيل من الاعتقال التعسفي والتعذيب سوى الانتزاع اعترافات أو الانتقام أو المحاكمات الفاقدة للمعايير التقاضي العادلة والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء أو بعد الاعتقال وفي السجن، إنما تعبر عن واقع يجري بحكم حقوق المعتقلين والقانون التشريعي المقر في هذا الصدد، ولا يمكن القبول بها، بل يجب علينا كمجتمع ومؤسسات وأفراد مهتمون بالشأن الحقوقي ومقاومة ذلك والسعي لتغييره، لأن عدم مقاومته يفتح الأبواب لجريمة منظمة ضد حقوق الإنسان، وهو ما ينتج سلبيات لا يمكن توقعها واقع المجتمع الأمني والنفسي، مما يزيد من المشاكل المتفاقمة. عندما يقوم به المعتقلون اليوم من إضرابات واعتراضات على إهانتهم وعلى الانتقاص من حقوقهم والمطالبة بأن يتناسب واقعهم مع التشريعات والقوانين، إنما يعبر عن حالة متقدمة من الوعي لديهم يجب أن ندعمه نحن المدافعون عن قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن أن معظم هؤلاء المعتقلين إن لم يكن جميعهم وبناء على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية هم معتقلون الرأي، لم يحصلوا على حق التقاضي العادل والدفاع عن أنفسهم، وقد مورست
ضد أغلبهم أقصى صنوف التعذيب والإهانة جسدياً ونفسياً، وبالدرجة الأولى يجب الإفراج عنهم ومحاسبة من انتقص وانتهك حقوقهم. إننا نحيي وعي المعتقلين ومقاومتهم للظلم واستمرارهم في المطالبة بحقوقهم وإصرارهم على حقهم في التعبير عن الرأي، وهو رهن الاعتقال، ونقف معهم ومع عوائلهم أن يقوموا به هو مصدر فخر الإنسانية والمدافعين عن حقوقها، وهو ما يزيد حجم المسؤولية التي نحملها تجاههم واتجاه قضاياهم وقضايا أبناء شعبنا المتعلقة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، 6 مارس 2016. المادة رقم 6: لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي أشكال من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية. يتفضل الأستاذ سيد هادي الموسوي لكلمة مرصد البحرين لحقوق الإنسان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه ليست أول محاولة للمعتقلين، سواء كانوا في حوض الجاف أو في سجن جو، باتخاذ قرار يعني الإضراب عن الطعام. هناك محاولات سبقت، معروف أن قرار الإضراب عن الطعام يتخذ لأن هناك غياب واضح للغة التفاهم. طبعاً لغة التفاهم الغائبة في الخارج أيضاً غائبة في الداخل، يعني غائبة لغير المسجونين وغائبة أيضاً في مواقع المواطنين في السجن. بحسب علمي وبحسب الاتصالات اللي وصلتني، وللأسف أحياناً أفقد الفرصة بأن أرد على بعضها، اليوم العصر أيضاً الساعة 3:30 للأسف لم أرد على مكالمة أيضاً جاءتني من حوض الجاف، والدكتور كثيراً ما يتصل، الدكتور سعيد السماهيجي. اللي أعرفه بأنهم يتحدثون عن الحاجز، وهذا الحاجز يشكل ألماً وإيذاءً لنفسية الأهل والموقوف المحتجز. هنا نقطتين: النقطة الأولى بأن سجن جو ما في حاجز، بينما الحوض الجاف في حاجز. النقطة الأخرى أن اللي في الحوض الجاف أحبتنا إخواننا أبنائنا غير مدانين، هؤلاء موقوفون بعد، يعني لم تثبت عليهم الإدانة. ومعروف في كل مراكز الاحتجاز قبل إصدار الحكم لا ينبغي أن يكون هناك منع وتقييد ويعني حرمان من أي شيء يتمتع به أي مواطن لم يثبت عليه الجرم أو الاتهام أو لم يثبت عليه حكم معين. هذان النقطتان يمكن أنطلق إلى نقطة ثالثة أو إلى يعني ضرورة لابد من أن لا تغيب علينا. وهي أننا حينما نتكلم عن عدد من السجناء يضربون عن الطعام، يعني يمارسون عملية مقاومة سلبية. المقاومة
السلبية هو إيذاء الذات أو معاقبة الذات، حتى أقول للطرف الآخر انتبه أن ما أفعله في نفسي وإن كان مؤلما ولكنه في سبيل أمر أكثر إيلاما. أن تأتي أمي أو تأتي بنتي أو تأتي زوجتي أو أختي أو أبي أو أخي أو ابني أو والدي، أبي ووالدي، ولا أستطيع أن ألامس بدنه أو أحضنه أو أحب راسه أو أقبل إيده، هذا شيء مؤلم بالنسبة إلي. فإذا بلا خيار أن أمتنع عن الطعام، وأنا لم أحكم بعد، لم تثبت علي تهمة، وأيضا الأمر ليس معمول به في كل مواقع الاحتجاز، سواء يعني، بل أنه إذا أدين الإنسان يرفع عنه هذا الاحتجاز، يعني هم من في سجن جو ليس عندهم هذا الاحتجاز. النقطة الهامة جدا بأن قانون مراكز الاحتجاز والتأهيل لا يوجب ولا يضع هذا القيد، يعني وضع هذا الحاجز، هذا إجراء احتياطي، إجراء اتخذته الإدارة هناك. النقطة الأخيرة التي أردت أن أقولها، هذه المدة التي قضاها أحبتنا ممتنعين عن الأكل، ويقع واحدا تلو الآخر وتحصل لهم تلفيات في أبدانهم، أنا كان أعتقد بالإمكان أن تتفق الإدارة معهم في التفاهم وهم يتناولون الأكل. يعني أخليك تعاقب نفسك عشان قاعد أفكر، أو عشان أكسر إرادتك فتأكل مرة أخرى، فلا أسمح لك بأن، أو لا ألبي طلبك. أنا أعتقد المؤسسات التي أنشأتها السلطات، وبالذات خاطب تلك التي لم ترفع رأسها بعد، وهي مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي لم نسمع منها عطسة ولا سعلة ولا حركة ولا أي شيء، يقع عليها مسؤولية في أن تذهب لتعالج هذه المشكلة. لأنه إذا أسست السلطات مؤسسة تعنى بحق السجناء والمحتجزين، فما عساها أن تفعل؟ هل الأهالي عليهم أن يعالجوا الأمر؟ هم ليسوا جزءا من المشكلة، هم جزءا من المعاناة. هل السجناء أو الموقوفون أنفسهم يعالجوا المشكلة؟ هم أيضا لا يستطيعون، لأنهم يريدون أمرا، ولو كان الحل بيدهم لا أوجدوه. أعتقد أن مفوضية السجناء والمحتجزين جيد أن تأخذ مبادرة وتحقق نجاحا وإن كان ضئيلا في هذه القضية، فهي فرصة ذهبية. والسلام عليكم ورحمة الله. المادة 19، يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة، وفي أن يتراسل معهم، وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي. كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تلقيها عضوة الجمعية أمينة الصباح. الإخوة والأخوات، السلام عليكم. نجتمع هذا المساء لنرفع الصوت عالياً، معلنين عن تضامننا القوي مع سجناء الرأي المضروبين عن الطعام في سجن الحوض الجاف لمدة تجاوزت الأسبوعين، لافتين نظر الرأي العام إلى ما يتعرض له هؤلاء المحتجزون والموقوفون والسجناء من تضييق شديد يتنافى مع المواثيق الدولية وما تنص عليه من وجوب معاملة السجناء انطلاقا من مبادئ الكرامة والمعاملة الإنسانية التي تتضمنها القوانين الإنسانية والشرائع. نجتمع اليوم كقوة حقوقية هذا المساء صفاً واحداً
ندعو الجميع بدون استثناء لتبني قضية السجناء والموقوفين المضربين على خلفية ممارستهم السلمية لحرية الرأي والوقوف إلى جانبهم بما يضمن حقوقهم الإنسانية التي يطالبون بها والتي على ضوئها دخلوا هذا الإضراب، كما إننا نشعر مدى المعاناة التي يمرون بها. نناشد الجهات المعنية للمساهمة في تلبية مطالب المضربين العادلة، وندعو كل المنظمات الدولية وبينها الصليب الأحمر الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وغيرهم للقيام بواجبهم نحو هذه الحالة الإنسانية. ندعو الجميع إلى مساندة موقوفي والسجناء الرأي في الحوض الجاف وعدم التوقف عن دعمهم حتى ينالوا مطالبهم الحق العادلة. ندعو الجميع للضغط والاستمرار في التحرك حتى يتحقق للمضربين ما يطالبون به. والسلام عليكم ورحمة الله. المادة رقم 24 تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة بعد إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان. كلمة مركز البحرين لحقوق الإنسان تلقيها الأستاذة إيناس عون. بسم الله الرحمن الرحيم. قصيرة. يعتبر المعتقل سواء كان محكوماً أو موقوفاً الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للاضطهاد وسلب الحقوق، فهو ونتيجة لسلب حريته يكون عادة أقل إمكانية في الدفاع عن حقوقه داخل السجن. ويعتبر غياب الرقابة على أجهزة الدولة سبباً ثانياً لتفشي سياسة الإفلات من العقاب على كل من ينتهك حقوق السجناء داخل السجن. فهل يعتبر اعتقال أي شخص مسوغاً قانونياً لانتهاك حقوقه؟ وهل سجن شخص أو توقيفه سبب كاف لتجريده من كرامته وإنسانيته؟ لا يعني أبداً احتجاز أو سجن أي فرد مهما بلغت التهمة الموجهة إليه سقوط حقوقه الأساسية التي تتناسب مع التكريم الإلهي للإنسان، وكذلك لا يسقط السجن الالتزام بكل ما يضمن له الدفاع عن نفسه من خلال محاميه طوال فترة توقيفه أو احتجازه وحتى إذا ما تم سجنه تنفيذاً للعقوبة. فقد جاء في قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة أنه باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة. إذن مما لا جدال فيه أنه قد يفقد السجين في السجن بعض الحريات نتيجة سجنه، إلا أنه من غير المقبول أبداً أن تنتقص من كرامته أو حقوقه الإنسانية تحت أي ذريعة. وبالرغم من التأكيد على مسألة حقوق السجناء بنصوص القانون وبموجب الاتفاقيات الدولية، فإننا ما زلنا بين الفينة والأخرى يتوارد على مسامعنا عن حالات وقضايا لتجاوزات حدثت وتحدث بمركز التوقيف في الحوض الجاف أو سجن جو المركزي. إنما يتعرض له المعتقلين في سجن الحوض الجاف من انتهاكات كبيرة لهو محل إدانة من كل الأوساط الحقوقية، بدءا بالمعاملة الحاطة بالكرامة أو التفتيش المهين الذي يمنع المعتقل من احتضان صغيره أو والدته، والحرمان من الراحة أو التضييق على السجين في الحصول على حق الرعاية الصحية المناسبة. كل ذلك دفع بالمعتقلين للإضراب عن الطعام والزيارة كوسيلة احتجاج سلمية على مصادرة حقوقهم، وهو ما ردت عليه السلطة ممثلة في إدارة السجن بإجراءات تعسفية وانتهاكات جسيمة ضد المضربين، كالحرمان من الماء أو الكانتين أو زجهم بالحبس الانفرادي أو الاعتداء عليهم،
منوهين إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، فغالباً ما تتخذ إدارة سجن الحبس الانفرادي وحبس المعتقل وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي أو معاملته معاملة سيئة كرد على أي إضراب ينفذه معتقلون كوسيلة احتجاج رفضاً للانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن. إننا وفي هذا الصدد كجهات حقوقية نستنكر ما يواجه المعتقلين من تجريد من حرياتهم، وندعو المعتقلين وعوائلهم لمساعدتنا في رصد كافة الانتهاكات الواقعة عليهم داخل السجن، كما ندعوهم لاستنفاذ كافة الإجراءات القانونية في تقديم الشكاوى لمؤسسات الدولة كالتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو الصليب الأحمر الدولي المعني بوضع السجناء داخل المعتقل. فنحن معنيون جميعاً بتحمل المسؤولية الإنسانية والوطنية تجاه هذه الفئة والعمل على ضمان حقوقها كاملة ورصد أي تجاوز أو انتهاك يقع في هذا المجال. شكراً. المادة رقم 25. يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأي طبي ثاني، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. كلمة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تلقيها الأستاذة جيهان المحدود. لأن أنا أطول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على استضافتها لهذه الوقفة التضامنية مع معتقلي سجن الحوض الجاف، الأخوة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن الحوض الجاف. نحيي فيكم صمودكم وثباتكم على مطالبكم، ونقف احتراماً لكم على نضالكم المتواصل من أجل انتزاع حقوقكم. نقف معكم في نضالكم لأنكم إخواننا، ونحن منكم وأنتم منا، وما يجري عليكم كأنه يجري علينا. أهالي المعتقلين، أبناؤكم في القلوب وصورهم مرسومة في العيون. مهما أخفتهم السجون وكبلتهم الأغلال، أبناؤكم وإخواننا المعتقلين هم قضيتنا، والقضية لا تموت. وندعوكم وندعو أنفسنا لمواصلة العمل على قضيتنا وإبقائها في الأذهان، وننشد على أيديكم في تحريك هذا الملف، فأنتم أصحاب القضية وأنتم المسؤول الأول عنها، وستجدون كل العون من الجمعيات والمراكز الحقوقية. فالجمعيات الحقوقية لا تستطيع التحرك من دونكم. الحرية لمعتقلينا، والخزي والعار للجلادين والمعذبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة رقم 36. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئاً، ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه. كلمة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان يلقيها الأستاذ أحمد الصفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإضراب عن الطعام هو وسيلة للنضال السلمي اللاعنفي والمتمثلة في الامتناع طوعا عن تناول الطعام، تعبيرا عن رفض الوضع الراهن والهادف إلى استنهاض ضمير العالم مما يجري. كما يشكل الإضراب
عن الطعام أداة ضاغطة على صناع القرار. كل التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام في مركز التوقيف بالحوض الجاف، المطالبين بحقوقهم من إزالة للحاجز الزجاجي وقت الزيارة، إلى جانب تحسين المعاملة السيئة التي تقدم عليها إدارة الحوض الجاف ومنتسبيها بالتعامل معهم. أن ما تقوم به إدارة الحوض الجاف من تضييق على المعتقلين وضربهم وزج لبعض منهم في السجن الانفرادي والتهديد والمعاملة السيئة ليست وليدة اليوم، وإنما من عدة سنين، فقد أقدمت على التضييق على عوائلهم من خلال التفتيش المهين وإيقافهم لفترات طويلة قبل الدخول للزيارة كسياسة للتضييق عليهم. وتعكس هذه المعاملة حالة من التشفي والانتقام. ولا بد أن نضيف أن من ضمن الأساليب التي استخدمتها إدارة السجن ولا زالت تقدم عليها هي إغلاق الزنازين وشتم المعتقلين والتلفظ عليهم بألفاظ نابية وتهديدهم بإدخال القوات في الزنازين لضربهم دون مبرر سوى أنهم معتقلي رأي فقط. الانتهاكات بحق المعتقلين طويلة وواضحة للجميع، وآخرها وضع الحاجز الزجاجي وقت الزيارة، وبسببه أقدم المعتقلين على الإضراب عن الطعام لإزالة الحاجز ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، ولكن إدارة السجن لم تحرك أي ساكن حيال هذا الموضوع، وهو ما جعل المعتقلين في وضعية سيئة، فالعديد منهم سقط جراء هبوط مستوى السكر، والبعض منهم وصل لمرحلة الانتحار بسبب التضييق الذي يمارس ضدهم. اليوم نحن نقف متضامنين معهم لنوصل قضيتهم لكل العالم، وعلينا جميعا مسؤولية الوقوف بجانبهم وإيصال ظلامتهم والمطالبة بحقوقهم والمطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين على الانتهاكات الحاصلة بحقهم. وعلى الرغم من الآلام التي يعاني منها المعتقلين وعوائلهم، لا بد أن نحيي نضالهم، فقد خرج جيل يعرف حقوقه ويطالب بها في كل مكان، جيل يصنعه نضال الشعوب، جيل يعيد لنا عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنجيس، جيل تعلم النضال من غاندي باستخدامه الإضراب كوسيلة للاحتجاج للمطالبة بحقوقه. في نهاية كلمتي هذا أكرر تضامني وتضامن الجميع مع المعتقلين، ونطالب بالإفراج عنهم ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت عليهم، وشكرا. الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة. أولا، تطلق صفة متهم على أي شخص تم توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن، ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد. ثانيا، يفترض في المتهم أنه بريء ويعامل على هذا الأساس. كلمة منتدى البحرين لحقوق الإنسان يلقيها الأستاذ يوسف ربيع. سيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الوقفة التضامنية التي دعت إليها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مشكورة للتضامن مع المضربين من سجناء الرأي السياسي في سجن الحوض الجاف. أيها الحضور، كلكم يعلم بأن سجن الحوض الجاف هو أحد سجون العزل السياسي في البحرين، والذي يجب مباشرة أن يخضع لولاية وزارة الداخلية ومتابعة السلطة القضائية. هذا السجن تقع فيه الآن انتهاكات متعددة وسوء وحرمان من حقوق السجناء الذي يقع على مجموعة كبيرة من نزلاء هذا السجن. هذا السجن لجأ فيه مجموعة من السجناء إلى استخدام حقهم
التعبير عن الرفض وهو الإضراب كأسلوب من أساليب المواجهة المدنية لتحقيق مطالبها. وقد تعاملت إدارة السجن والسلطات الأمنية في هذا السجن مع المضربين بمزيد من القسوة ومزيد من تجاوز للقوانين التي حددها قانون السجون في البحرين، وحددها أيضا القانون الدولي عبر المواثيق المتعددة التي تخص حقوق السجناء، وأيضا تجاوز أيضا فيما يتعلق بدستور البحرين. وحقيقة الدستور البحريني ينص على يعني مادة في هذا الموضوع في المادة 19 يقول لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. للأسف ما يحدث في سجن الحوض الجاف هو تجاوز خطير، ويجب على السلطات في البحرين إيقاف هذه التجاوزات، لأن ذلك يصل إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة التي يجرمها القانون، ويجب محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات. من الواجب علينا أن نتضامن مع هؤلاء المضربين وأن نحتفي بالأهالي لهؤلاء المضربين ولعموم المعتقلين. صورة الأستاذ خليل الحلواجي ماثلة أمام الكثير من الحقوقيين والمتابعين لما يحدث في هذا السجن، وصور المضربين الذين عبروا عن رفضهم سواء باللجوء إلى الامتناع عن شرب الماء أو الوسائل الأخرى التي يلجؤون إليها، وهي حقوق مشروعة. وعلى سلطات السجون في هذا السجن بالذات وبقية السجون التعامل مع السجناء وفق الآليات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بسجناء العزل السياسي. حقيقة نحن نرى بأن هذه الوقفات مهمة، هذا الحضور الكبير الذي حضر هذه الوقفة وفي مقدمتهم مرصد البحرين لحقوق الإنسان وبقية المؤسسات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، علينا القيام بالتالي. الأمر يتلخص في ثلاث مستويات: المستوى الأول هو المستوى الحقوقي، والمستوى الثاني هو المستوى الإعلامي، والمستوى الثالث هو المستوى الشعبي. لأختصر فيما يتعلق بالمستوى الحقوقي، كل في موقعه عليه أن يخاطب أولا المفوض السامي لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بما يدور في هذا السجن، مخاطبة المقرر المعني بالتعذيب السيد إخوان مانديز ورفع هذه المظلمة وما يحدث في هذا السجن من انتهاكات، مخاطبة أيضا علينا أن نخاطب ومن مواقعنا المختلفة المنظمات الدولية Human Rights، العفو الدولية الفيدرالية وغيرها من المنظمات التي تتصل بالحالة البحرينية أو مطلعة عليه، أن نتراسل مباشرة بالرسائل والإيميلات والاتصال مع الصليب الأحمر سواء في مكتبه في البحرين أو في المكاتب الأخرى في خارج البحرين. علينا أيضا أن نهتم بإرسال الشكاوى، بالذات الأستاذ خليل الحلواجي الذي يتعرض إلى سوء معاملة وحجز انفرادي وهو ممنوع بالقانون المحلي والدولي. أما من الناحية الإعلامية فأعتقد أنه بإمكان الحاضرين في هذه الوقفة أن يتواصلوا مع أولا
القنوات الإعلامية المشهورة BBC CNN وغيرها من القنوات التي يمكن أن توصل هذه المظلمة التي تقع على هؤلاء السجناء. وضع أيضا قناة اللؤلؤة مباشرة أولا بأول، وأيضا الذهاب إلى إقامة حملات تغريد في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا إرسال التصاريح والنداءات الإعلامية لباقي المؤسسات الإعلامية التي من شأنها أن تظهر وتبرز هذا الانتهاك الخطير الذي يقع على هؤلاء المعتقلين. من الناحية الشعبية أعتقد مثل هذه الوقفة ووقفات أخرى تضامنية تزيد من التلاحم، تزيد من صبر هؤلاء من أجل أن يصلوا لتحقيق حقوقهم التي كتبت في جميع المواثيق الدولية. أنا شاكر للجمعية البحرينية هذه الوقفة، وشاكر لمن شارك في هذه الوقفة، ونعدكم بمتابعة الموضوع سواء من خلال مواقعنا في الخارج أو من خلال اتصالنا مع الأخوة الذين يحضروا الآن دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتظهير هذه المظلمة، وإن شاء الله نستطيع أن نتحصل على مطالبنا التي خرج من أجلها البحرينيون في إيجاد مجتمع ديمقراطي فيه العدالة متساوية وحقوق الإنسان مقدرة، وهناك مشاركة حقيقية، ويتم تبييض السجون ويتحصلوا على العدالة الانتقالية التي توفر لهم حقوقهم التي كتبتها المواثيق الدولية والدستور البحريني والقوانين التي تنظم هذه الأمور. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماكن الاحتجاز. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا، توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. والآن مع كلمة مرصد المنامة لحقوق الإنسان تلقيها عائلة المعتقل علي العرادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتابع مرصد المنامة لحقوق الإنسان بقلق بالغ أحوال مركز توقيف الحوض الجاف، حيث أفادت تقارير حقوقية ومشاهدات من الأهالي عن إضراب لعدد كبير من الموقوفين. بدأ بعضهم في التعرض لحالات إغماء، هناك احتجاجات على الإجراءات التي يعتبرها الموقوفون ظالمة والمتمثلة في جعلهم في كبائن اتصال بعد أن كانوا يلتقون أهاليهم خلف حواجز زجاجية. هكذا كان بيان مرصد المنامة لحقوق الإنسان الذي صدر في 24 فبراير، وإلى الآن منذ صدور البيان لم يتغير أي شيء في سجن الحوض الجاف عدا سوء الحالة الصحية للمعتقلين. فبحسب إفادات النشطاء الذين بادروا في الاتصال بأهاليهم، إن هناك نزولاً في نسبة السكر وحالات إغماء متعددة لكثير من المعتقلين، من بينهم أخي المعتقل علي العراري. إننا كعوائل معتقلين وكمرصد منام لحقوق الإنسان لابد لنا أن نقول أزيلوا هذا الحاجز، لأنه يعطل حقنا في التواصل مع أحبتنا المعتقلين بما يمكننا وإياهم من توفير حالة الإنسان الذي يزار، وهذا الحاجز يعيق اتصالنا الإنساني معهم. فأقول عن كل عوائل معتقلين منامة، أزيلوا هذه الحواجز التي تعطل حقوقنا والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. هكذا هي القوانين الدولية، ولا يحق أن يبعد المتهم عن أهله لمجرد الاشتباه، فضلاً عن تعرض الكثير من المعتقلين للتعذيب في الإرغام على الاعتراف. لذلك أجدد طلبنا كأهالي معتقلي المنامة وبما أمثل في هذا الموقف، أن هذه الحواجز تعطل التواصل الإنساني الذي تكفله الأخلاق قبل أن تكفله القوانين.
مع المعتقل الإنسان الذي هو بحاجة لترشيد وتواصل يعزز من مكانته، لا بهذه الحواجز التي تحط من كرامته. فماذا يعني وجود الحاجز؟ الحاجز للإنسان الطبيعي غير معلول وغير موبوء، سوى أننا لا نريد أن تلتقي بأهلك. أرفع شكر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجهات المشاركة على تنظيم هذه الوقفة، وأسأل الله العلي القدير أن يفرج عن أبنائنا الجميع. شكرا. نشكر عائلة علي العرادي، والآن تتفضل عائلة المعتقل حسين، عائلة المعتقل محمد الخور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمداً وآل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، في البداية أشكر حضوركم في هذه الوقفة التضامنية مع أبنائنا المعتقلين المظلومين الذين يقبعون في سجون الظلم والجور ويتجرعون العذاب وآهات الفراق. من أجل من؟ من أجلي ومن أجلكم ومن أجل الشعب بأكمله، حيث لا يخفى عليكم أن معتقلي الحوض الجاف حالياً في إضراب مفتوح عن الطعام ما يقارب 15 يوم، والإضراب عن الطعام يعتبر من أرقى أساليب الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها معتقلي الرأي في سجن الحوض الجاف، احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي إضافاً إلى محاكمتهم الجائرة التي تفتقر إلى أقر المعايير الدولية في المحاكم. ومن ضمن المعتقلين ابني محمد الخور، حيث قام يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء مصادف 1/3 بحمل لافتة أزيل الحاجز، وما أن حملها تفاجأوا بقدوم ضباط من إدارة الحوض الجاف وإخراج ابني محمد من عنبر 10، وتم ضربه والتركيز على الضرب في منطقة الصدر، وبعدها أخذ ولدي محمد ووضعوه في حبس الانفرادي في غرفة 3 أمتار في متر واحد، وذلك للضغط عليه لفك الإضراب وانتقاما منهم بسبب حراكهم الشعبي السلمي، ومن حقه التعبير عن رأيه السلمي. وفي الختام أحمل جميع مسؤولين إدارة حوض الجاف وسلامة ابني من أي ضرر يصيبه، سواء كان جسدي أم نفسي، وأسأل الله القدير الفرج العاجل للجميع المعتقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتفضل عائلة المعتقل نزار عبد الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على من أبعده الأسر بجسده وروحه معنا. السلام عليكم مني ونيابة عن عائلتي، عائلة المعتقل نزار عبد الجليل المتهم بقضية تفجير كرانة. أولا أقدم شكري للحضور الكريم وأهالي الشهداء وأهالي المعتقلين والحقوقيين، شاكرة تضامنكم معنا مع أبناء الشعب المظلوم. في تاريخ 29/8/2015 تم اقتحام منزلنا وأخذ أخي نزار، وتم تغييبه 15 يوم بلا أي معلومات عنه. وفي أول زيارة لنا اكتشفنا بوجود الحاجز يمنعنا حتى من التواصل معه بالشكل المطلوب، وتم وضعه في الانفرادي مع مجموعة من شباب كرانة المتهمين بنفس القضية، وتم عزلهم لمدة شهر كامل عن باقي المعتقلين بدون سبب وجيه. يعاني أخي والبقية بشكل يومي من المضايقات المتضيق عليهم. حرم أخي من دراسته وحقه كباقي المعتقلين المغيبين. وفي الفترة الأخيرة
قام أخي والمعتقلين بالإضراب لرفع الحاجز، إلا أن تم مقابلتهم بتعنت وأخذهم للعزل مدة 7 أيام في مكان غير صحي، وكانوا يمنعونهم عن النوم والذهاب إلى دورات المياه، وبعد إرجاعهم للعنبر تم إقفال الزنازين عليهم، كل ذلك من أجل كسر إرادتهم. وبموقع هذا أطالب بالإفراج عن المعتقلين المظلومين والإفراج عن أخي المتهم ظلما. وفي الختام اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وعافي جرحانا وفرج عن معتقلين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. تتفضل عائلة المعتقل حسين بوعبود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أتكلم عن أخي فقط، وإنما أتكلم عن جميع المعتقلين. أليس من حق الموقوف المعتقل السياسي والجنائي في حالة الوفاة لذويهم الحضور؟ فهذا أبسط حقوقهم، الحضور لوداع الدفن. أليس من حق احتضان مولوده الذي أتى إلى الدنيا، احتضان مولوده الذي أتى إلى الدنيا، علما بأن أطفال ولدت وأتت إلى الدنيا وكبرت دون احتضان والدهم؟ وشهور الزوجة عند الولادة، ما شعور الزوجة عند الولادة؟ ألا تريد زوجها معها في هذه الحالة؟ أين رعاية الطفل وحمايته وحق الطفل؟ هناك حالات أطفال لا تفرق بين الأب والرجل الغريب لأن والدها محروم من احتضانها وملاعبتها، وأطفال كرهت والدهم لأنه لا يضمهم ولا يقبلهم. حدثت حالة إلى المعتقل في الموقوف سجنا في الظلم، أصيب بحالة هستيرية عندما استمع ابنه لا أريده ويبتعد عنه، فأخذ يصرخ ابني لا يريدني. في نفس الوقت ما حال أمه في هذه الحالة وهي ترى ابنها يسقط أمامها وهي تصرخ ابني ابني أريد ابني ابني ذهب مني؟ في هذه الحالة ما شعورها؟ كيف تضم ابنها إلى صدرها وهو يسقط أمامها ويسقط على الأرض؟ أليس هذا فقط، وإنما العنابر في أمراض خطيرة كالكبد الوبائي والجرب، أمراض تنتشر العدوى وهم في مكان ضيق ومتقاربين من بعضهم، واحتمالات كبيرة في انتشار مثل هذه الأمراض، حيث يحضرون صحيا يوضع المريض بالجرب مع أمراض مزمنة كالكبد الوبائي. أين الحظر الصحي في مثل هذه الحالات؟ أين دور الرقابة الصحية؟ أين حقوق الإنسان عما يحدث لمعتقلين الذين ظلموا في هذه السجون؟ حرموا من ضم أبنائهم، أين حقهم في هذه؟ أين حقهم في الصحة؟ أين حقهم في السلامة؟ أين حق أهلهم في انضمامهم إليهم؟ أنا لا أتكلم عن أخي ولا ابني ولا أقرب الناس إلي، إنما أتكلم عن جميع المعتقلين السياسي والجنائي، لا فرق بينهم. ولكن أين حقوق الإنسان في هذه الحالة؟ أين حق الطفل في هذه الحالة؟ نشناشد بضم رفع الحاجز عن هذه العائلات لضم أبنائهم الصغار. ألا يجوز ألا يحضر المعتقل إلى ابنه ليضمه في أثناء ولادته؟ أليس من حق هذه الكلمة؟ يضم ابنه المولود يأتي إلى الدنيا فلا يضمه، يكبر فلا يعرف أين أبوه، من هو أبوه، من هو والده الذي يضمه في صدره؟ وأشكر سيادتكم في هذه الحالة، شكرا. والآن تتفضل عائلة المعتقل خليل الحلواتي. السلام عليكم. السلام على المناضلين خلف أسوار القضبان ولعوائلهم ألف تحية. شاكرين للجمعية هذه الوقفة. لن أطيل عليكم، هي بضع كلمات. أن أضرب يعني أن أعلن أن هناك شيء ليس على ما يرام. أن أضرب يعني أن الحاجز الوهمي الذي يفصل بين إنسانيتنا لابد أن يزال. أن أضرب عن الطعام يعني أن الحاجز أصبح يخنق الهواء وشتان بين وسط عازل ووسط يمنح الحياة. الإضراب يعني أن هناك خطأ ما، أما أن يصحح أو يستمر الإضراب. الإضراب يعني
لحظة توقف ومساءلة للمسؤولين، وليس تعنت واستهداف للمضربين عن الطعام. الإضراب لنا موقف ولهم انكسار. والدي خليل الحلواتشي دائما ما كان يعمل على تعليم المعتقلين معه على حقوقهم، دعمهم للمطالبة بها. لم يتغير موقفه طوال فترة اعتقاله منذ سنة وستة أشهر، وهو لا يزال على نفس الطريق ولا شيء يثنيه. وضعوه في الحبس الانفرادي كانتقام من عمله الذي يقوم به، ولكن صوته لا زال يتردد. ورسالته إلى المعتقلين جميعاً: واصلوا المطالبة بحقوقكم، ولا بد أن تأخذوها. أنتم بنضالكم سوف تحصلون على هذه الحقوق. وضعوني معكم أو في الحبس الانفرادي، أنا معكم، أساندكم وأشد على أيديكم. وما ضاع حق وراءه مطالب. شكرا لكم. في ختام الوقفة التضامنية مع معتقلي مركز التوقيف في الحوض الجاف، نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على مشاركتكم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.